فيلمنا بيبدأ مع بيبا وبنشوفها وهي بتقيس هدوم في محل، وفجأة بتحس ان في حد بيراقبها وبتقفل الستارة على طول. وبعدها بترجع بيبا البيت وبيظهر توماس حبيبها وبيبقوا متحمسين جدا، وده لانهم نقلوا البيت جديد. وبعدها بيشربوا المشروب المفضل لتوماس، واللي بيتفاجئ لما بيبا بتفتحه في موضوع الخلفة وبتقوله ان هي مش عايزة تاخد الخطوة دي غير بعد 4 سنين على الاقل، وده لانها عاشت طول عمرها بتدرس. وبنعرف ان بيبا طبيبة عيون وكانت بتدرس طول الوقت عشان تحقق حلمها، لكنها مؤخرا بقت عايزة تعيش حياتها وعلشان كده هي مش عايزة تخلف بسرعة، فبيوافق توماس على طول، وده لان هو كمان مش عايز يخلف. وبيكلمها عن حلمه بانه يعزف على الكورديون، وفي اثناء ما بيتكلموا بيشوفوا جيرانهم من الشباك وبيفكروا ان الشقة اللي قدامهم معمل تصوير، لكنهم بيكتشفوا ان هي شقة عادي وان جيرانهم ساكنين فيها. وبيتصدموا لما بيشوفوا جيرانهم هما بيدخلوا في علاقة فجأة، وبتتكسف بيبا وبتطلب من توماس انه ما يبصش، فبيوافق وبيدخل الأوضة. وبعدها بتجهز بيبا وبتلبس القميص اللي اشتريته جديد، لكنها بتحبط لما توماس بينام. وتاني يوم بتجهز وبتقابل اري صاحبتها وهي في طريقها للشغل، وبتحكي لها بيبا عن جيرانها واللي حصل ليله امبارح. وبتتفاجئ بيبا لما مديرتها بتجيب لها هديه بمناسبه بيتها الجديد، واللي بيبقى صندوق عشان العصافير تشرب منه. ولما بترجع البيت بتلاقي توماس مستنيها، وبيبصوا على جيرانهم وبيبداوا يخمنوا اسمائهم وحياتهم عاملين ازاي. وفجاه بيشوفوا جارهم وهو بيتخنق، لكن زوجته مش بتبقى حاسه بيه، فبتترعب بيبا وبتطلب من توماس انه يروح له البيت ويلحقه. لكن قبل ما ينزل بيلاحظوا ان جارتهم بدات تسع في جوزها، وبيتبسطوا جدا لما بتنقذه. ولما بيجي الليل بتخرج بيبا من الاوضه وبتشوف جارتها وهي سايبه البيت وبتمشي، وبيظهر انها مسافره. وساعتها بتفضل بيبا تبص على جارها وبيظهر انها اعجبت بيه من غير ما تحس، وبتتفاجئ لما بيبص لها وبتاع الكوبايه من ايديها. وتاني يوم بيلاحظ توماس ان جاره بيتحرش بواحده من العارضات، وفي الوقت ده بتكون بيبا راجعه من الشغل، وفي الطريق بتشوف منظار في محل وبتقرر تشتريه عشان يعرفوا يراقبوا جيرانهم. وبيستغربوا لما بيلاقوا جارهم بيدخل في علاقه مع عارضه، وبيكتشفوا انه بيخون زوجته. وبعدها بيخرجوا مع اري وجيني اخت توماس وبيتكلموا في موضوع جيرانهم، وبيخمنوا كلهم علاقه جيرانهم. وبتحس بيبا بالاسف على جارتها وبتقول لهم ان هي كانت تتمنى تسمعهم وتعرف هما بيقولوا ايه. فبتتحمس جوني وبتحكي لها عن توماس واللي كان بيتنصت على واحده كان معجب بيها في الكليه عن طريق الليزر، واللي حوله لميكروفون طويل المدى. فبتنبهر بيبا بالقصه وبتطلب من توماس انه يشرح لها ازاي الجهاز بيشتغل. فبيقول لها انهم محتاجين لحاجه تعكس شعاع الليزر من تاني، وعلشان يعملوا كده فهم محتاجين مرايه ورا الشباك يحطوها في شقه جارهم. فبتفكر بيبا في طريقه عشان يدخلوا بيت جيرانهم، وفي الوقت ده بتشوفهم هم عاملين حفله تنكريه، وبتقرر انهم يتنكروا ويروحوا الحفله. واول ما بيدخلوا بيشيلها جارها واللي بنعرف ان اسمه سباستيان، فبيلحق توماس حبيبته وبيقف جنبها وبيصورهم سباستيان في وضع غريب. وبتستغل بيبا فرصه ان محدش واخد باله منها وبتحط المرايه ورا التمثال، وفي الوقت ده بتظهر جارتهم وبيعرفوا ان اسمها مارجو، وبيظهر على مارجو انها مش كويسه. وبعدها بيرجع توماس وبيبا للبيت وبينجحوا في انهم يوصلوا لبيتهم، وبيسمعوا سباستيان ومارجو وهما بيتخانقوا مع بعض، وده لانها شاكه ان جوزها بيخونها، وبتقول ان هي شافته وهو داخل مع واحده الحمام. فبيتعصب سباستيان عليها وبينكر انه كان بيخونها وبيبتزها وبيقولها انهم لازم يتطلقوا. فبتخاف مارجو وبتترجى انه ما يسيبهاش، وبتحبط بيبا جدا وبتفضل تفكر في الموضوع لحد تاني يوم وهي في الشغل. وبتتفاجئ لما بتشوف مارجو في العياده عشان تغير نظارتها، وبتعرف ان اسمها الحقيقي جوليا. وبترتبك بيبا وهي بتكشف عليها، وبعدها بيتكلموا هما بيختاروا اطار النضاره، وبتستمتع جوليا وهي بتتكلم معاها، وعلشان كده بتطلب منها انهم يخرجوا سوا ويشربوا قهوه. فبتوافق بيبا على طول وبتديها رقمها، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في نهايه الاسبوع ويروحوا منتجع صحي مع بعض. ولما بترجع بيبا بتحكي لتوماس اللي حصل، وبتقول ان جوليا محتاجه صديقه عشان تكلمها عن علاقتها السيئه، وبتقرر بيبا انها تقابلها عشان توعيها وتعرفها ان جوزها بيخونها. فبيرفض توماس وبيقول لها انهم عايزين يفكروا في علاقتهم هما، وبيسالها ان كانت شايفاه مش كافي، لكن بيبا تبقى مصره تخرج مع جوليا وبتحاول انها تقنعه، بس توماس بيبقى شايف ان اللي بتعمله غلط وبيقولها ان جارتهم مش محتاجه المنقذ. وبتخرج بيبا فعلا مع جوليا في نهايه الاسبوع، وبيتكلموا مع بعض عن حياتهم. وبتعترف بيبا ان هي كانت مهووسه بدراستها وبعد سنين حققت حلمها، لكن بعد فتره ما بقتش متاكده من اللي هي عايزاه، لكن بعد فوات الاوان. فبتفهمها جوليا وبتحكي لها عن نفسها وبتقول لها ان هي كانت عارضه ازياء لكنها سابت الشغل، وده لانها مش عايزه تبقى مزيفه طول الوقت، ومع ذلك هي حاسه بضياع خصوصا لما بتفكر في حياتها. وبتقول لها ان هي عايزه تعمل حاجات كتير لكن ما عندهاش اي مهارات، وده لانها ما دخلتش الجامعه ولا بتعرف تكتب على الكمبيوتر، وعلشان كده جوزها ساعدها وخلاها تشتغل في استوديو تصوير كبير جدا، وبتسافر عشان تحضر الافتتاح. وبتقول لها ان هي وظيفه رائعه لكن مش ده اللي هي عايزاه. وبعدها بتتكلم بيبا مع جوليا عن جوزها واللي بتحكي لها، وبتقول لها انهم اتعرفوا على بعض لما كانت عارضه، وبتفضل تمدح فيه وبتقول ان هي ما كانتش تعرف تعمل حاجه من غيره. فبتغلط بيبا في اسمها وبتنادلها بمارجو، لكنها بتتراجع بسرعه وبتقول لها ان هي اتلخبطت. ولما بترجع بيبا للبيت بتبص على جيرانها، واللي بيظهر انها بقت مهووسه بيهم لدرجه انها بتراقبهم من غير ما توماس يلاحظ. ولما بيجي الليل بتشغل المسجل، لكن سباستيان بيكون نايم وجوليا بتبقى سهرانه لوحدها. وفي الوقت ده بيجي لبيبا فكره عشان تعرف جوليا ان جوزها بيخونها، وبتقدر توصل
طبعا اللي في بيتها وبتعرفها ان جوزها بيخونها، فبتتصدم جوليا لكنها بترمي الورق في الزباله ومش بتتاكد غير لما بيبا بتطلب منها تشوف الوقت الذكري اللي في الزباله. وفي الوقت ده بيفوق توماس واللي بيترعب لما بيشوف جوليا وهي ماسكه سكينه وبتبقى عايزه تقتل جوزها، لكنها بتتراجع في اخر ثانيه. وبيتعصب توماس وبيزعق لبيبا وده لانها اتصرفت من دماغها، وبيكسر المنظار وبيدخل الاوضه. وتاني يوم بتفوق بيبا واللي بتبقى نايمه في الصاله، وبيجيب لها توماس القهوه وبيقول لها انه متضايق منها وحاسس بخيبه امل، وده لانه حاسس انه مش كافي بالنسبه لها، فبتتاسف له وبتقول له ان هي بتحبه. وبيتاثر توماس وبيحضنها، وفي الوقت ده بيلاحظوا جيرانهم وبيتصدموا لما بيشوفوا جوليا وهي منتحره. وبيترعب توماس وبيسيب البيت وبيقول لها ان علاقته اتقطعت، فبتنهار بيبا وبتترجى يفضل جنبها وده لانها محتاجاه في الوقت ده، لكنه بيرفض وبيمشي. وتاني يوم بتروح بيبا الشغل وبتشوف النضاره بتاعه جوليا، فبتبعت لها رساله عشان تعرفها، وبتنهار وهي في نص المكالمه وبتفضل تعتذر لها وده لانها هي السبب في موتها. ولما بترجع البيت بتراقب سباستيان واللي بيفضل يشرب ويسكر، وبتشوفه بيبا وهو بيخرج من البيت وبيروح الحانه، وبتقرر ان هي كمان تروح وبتقعد في مكان بعيد عنه. لكن سباستيان بيلاحظ انها بتراقبه وعلشان كده بيقعد جنبها وبيفضل يسالها اسئله غريبه، وبيتكلم عن العلاقات اللي من غير مشاعر وان ده ما يعتبرش خيانه، لكن بيبا مش بتقتنع وبتحكي له عن الحمار واللي كان عايز يسيب صاحبه بسبب انه بيجوعه، وفعلا بيسيبه وبيروح لملك جديد واللي بياكله لكنه بيخليه يشيل حاجات كتير. وساعتها الحمار بيسيبه برضه وبيروح لواحد بيشتغل في الجلود وبيسلخه الملك الجديد وبيعمل صندل من جلده. وبتقول بيبا ان العبره من القصه ان اللي مش بيرضى عن المكان اللي هو فيه صعب يتبسط في مكان تاني. وبتتفاجئ بيبا برده فعل سباستيان واللي بيقول لها ان اللي الف القصه دي ملك عبيد واللي بيحكي لهم القصه طول الوقت عشان يحسوا بالرضا، لكن الحقيقه انهم بيعانوا من القهر. وفجاه بيطلب سباستيان منها انه يصورها، فبتوافق بيبا وبتروح مع البيت وهي عارفه كويس هو هيعمل ايه معاها، وبيبدا يصورها وبيسالها ان كان شافها قبل كده، وده لانه فاكر عينيها من يوم الحفله اللي صورها فيها هي وتوماس. لكن بيبا بتنكر وبتقوله لا، وبترتبك لما سباستيان بيطلب منها تقلع هدومها، وبيقلع هدومه هو كمان عشان تتشجع، وبتوافق بيبا. وساعتها سباستيان بينهار وبيقول لها ان هي بتفكره بحد وبيبقى قصده على جوليا. وبعدها بشويه بيقرب من بيبا في نفس الوقت اللي توماس بيرجع في البيت وبيبقى جايب معاه ورد عشان يصالح بيبا واللي مش بتكون موجوده في البيت، فبيفتح توماس الثلاجه وبيشرب المشروب بتاعه، وبعدها بيفتح صندوق العصافير وبيشربهم المشروب، وبيجي له فضول انه يراقب جاره، وبيتصدم لما بيشوفه مع بيبا واللي بتصحى تاني يوم وبتلاقي نفسها نايمه جنب سباستيان، وبتخرج من الاوضه وساعتها رجليها بتتجرح من الازاز اللي على الارض، وبتلبس بيبا هدومها وبترجع البيت. وبتستغرب لما بتلاقي الباب مفتوح، ولما بتدخل بتلاقي توماس انتحر وشنق نفسه، فبتنهار بيبا وبتبقى مش مستوعبه اللي حصل، وبتقعد فتره ما بتخرجش من البيت لحد ما بتشوف اعلان المعرض بتاع سباستيان، فبتجهز بيبا وبتخرج مع اري وبتحكي لها كل اللي حصل، وبتحكي وهي حاسه بالذنب وبتقول لها ان هي السبب في موت توماس، لكن اري مش بتتفق معاه وبتقولها انه انفصل عنها وان هي ساعتها كانت من غير حبيب، وبتشجعها كمان انها تروح المعرض بتاع سباستيان. واللي بيتفاجئ لما بيشوف بيبا، وبعدها بيطلع على المنصه عشان يعرض الصور بتاعته وبيقدم جوليا مراته للجمهور وده لانها شريكته، فبتتصدم بيبا وبتكتشف ان جوليا ما ماتتش وان كل اللي حصل كانت تمثيليه عشان سباستيان يصورها هي وحبيبها، واللي قصتهم بقت عنوان المعرض بتاعهم. وبتتكلم جوليا وبتقول ان جيرانهم كانوا بيراقبوهم، لكن الحقيقه ان هم اللي كانوا بيراقبوهم. وبتنهار بيبا وبترجع البيت بسرعه، لكنها بتدخل شقه سباستيان وبتفضل تفتش فيها لحد ما بتلاقي الكاميرات اللي كانت بتصورها، وبتفضل تصرخ وبتكسر كل حاجه وهي منهاره وبتعيط، وبتحاول بعدها انها تبيع الشقه لكن مفيش حد بيرضى يشتريها بسبب فضيحتها. وبتلم بيبا كل حاجاتها وبتشيل الصندوق اللي المديره كانت جايبه لها، وبتستغرب لما بتلاقي فيه المشروب بتاع توماس وجنبه على طول عصافير ميته. وفي الوقت ده بتكون جوليا وجوزها قاعدين في الشقه وبتشاور لها جوليا وكانها بتودعها، وبعد كده بيحضروا مقابله صحفيه عشان يتكلموا عن المعرض بتاعهم، وبتهاجمهم الصحفيه وده لان اللي عملوه كان غير قانوني، فبتقول لها جوليا ان اللي حصل كان مأساوي وانهم حاسين بالذنب. وبيرتبك سباستيان وبيتعصب على الصحفيه وبيقول لها انهم نجحوا وبقوا اشهر مصورين في العالم، ده غير انهم كسبوا فلوس كتير جدا. وبعدها بيرجع البيت هو وجوليا وبيظهر ان بيبا لسه بتراقبهم، ولما بيدخلوا البيت بيلاقوا ازازه ويسكي قدام الباب كهديه وبيشربوا منها، لكن سباستيان بيفضل متضايق وبيسال جوليا ان كانت ما بتحسش بالذنب، فبتقوله لا. وفجاه الطبعه بتطبع ورق وبيبقى مكتوب عليه ان هما اللي قتلوا توماس، فبيتصدموا لما بيشوفوا بيبا وهي واقفه على السطح، وبيخرجوا من البيت وبيجروا وراها لحد المركز اللي بتشتغل فيه. وبتخاف بيبا وبتقول لهم ان هي عارفه كويس ان توماس عمره ما كان هينتحر، وانها جمعت الاحداث بعد ما شافت العصافير الميته واللي شربت من نفس المشروب بتاع توماس، واكتشفت ان جوليا هي اللي حطت له مخدر في العصير وبعدها شنقته وبينت الموضوع كانه انتحر. فبتسالها جوليا كان عندها دليل على كلامها ده، فبتخاف وبتقول لها لا. وبعدها بتسالهم ازاي قدروا يعملوا كده بعد ما فضحوها وقتلوا حبيبها، فبتفكرها جوليا بكلامها لما كانت بتتكلم عن الدراسه وهواسها بيها وبتقول لها ان هي نفسها مهووسه، وفجاه بتدخل جوليا وهي بتتكلم وبيغمى عليها، فبيخاف سباستيان وبيسال بيبا عن اللي عملته، فبتقوله ان النبيس كان هديه منها، وبيقع سباستيان على الارض، لكن بيبا بتجبره انه يبص لها وده لانها اخر حاجه هيشوفها في حياته. وبعدها بتحطهم على الاجهزه وبتفقدهم بصرهم، وبعد كده بتسيب الشقه وبنشوف اتنين تانيين هما ساكنين فيها، واللي بيستغربوا لما بيشوفوا جوليا وسباستيان وبيفضلوا يبصوا عليهم وده لانهم هما الاتنين اتعموا. الفيديو ده كتبته مي جلال.
كامل وسجله محمد طاهر ده الهوانة يعني ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.